هل الاتحاد الافريقي اللي دلوقتي هو ترند رقم واحد على تويتر في العالم كله، مش في افريقيا ولا في مصر، في العالم كله رقم واحد ستوب كاف كوربشن، اللي هو ده الترند رقم واحد، مش انا اللي بقوله، هو موجود يعني، لو فتحت تويتر هتلاقي الترند رقم واحد فيه كده. الكلام اللي انا بقوله ده كله، كل الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده، نقعد نفكر فيه احنا كاهلاويه، هو ليه بيحصل الموضوع ده كله؟ واحنا امبارح عاملين حلقه كامله، مش احنا، كل الاهلاويه من امبارح عاملين نفسنا نلعب المباراه النهائيه في ملعب محايد. انا لا اريد شيء، انا كاهلاوي انا مش عايز حاجه، ما انا ممكن اتغلب لو رحت لعبت في السنغال، ولا رحت لعبت في هنا، ولا رحت لعبت هنا، ما انا ممكن اتغلب، ولكن انا عايز حقي، انا بدور على حقي، انا بدور على العداله، لكن مين يكسب دي حاجه بتاعت ربنا. لكن اللي بيحصل ده مش ممكن، اللي بيحصل ده شيء مش طبيعي. احد الصحفيين النيجيريين، معرفش لو التويتر معاكم يا جماعه حطوها لنا، بيتساءل هو ما فيش دوله افريقيه تقدر تستضيف النهائي غير المغرب؟ على فكره انا ماليش علاقه، المغرب من اقرب الناس لقلوبنا، ونادي الوداد ده واحد من اكبر الانديه في افريقيا وفي العالم العربي وكل الكلام، والعلاقات طيبه جدا 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 ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد، ولكن دي التويته الاول اللي كان بيتكلم فيها احد الصحفيين النيجيريين، ان هو معناها صحفي نيجيري بيقول لك كيف الاتحاد الافريقي ان يلعب نهائيين متتاليين في المغرب؟ لا يوجد بلد اخر في افريقيا يمكنها استضافه نهائي دوري الابطال، هذا عار وعار على الاتحاد الافريقي. ده واحد نيجيري ولا ليه دعوه بالاهلي ولا ليه دعوه بالوداد ولا ليه دعوه بحد خالص، ولكن هو منطق بيتكلم بيه، واحد عنده منطق فبيتكلم بيه. انا ماليش دعوه، طلع لي المغرب بره الموضوع، طلع لي الوداد بره الموضوع، انا ما بكلمش على الـ هذا البلد الكبير، هذا البلد الشقيق، نادي كبير وهيظل دائما نادي الوداد نادي كبير، ولكن انا بدافع عن حقي زي ما هو من حقه ان هو يدافع عن حقه ويعمل كل الطرق علشان يروح يلعب في ملعبه، ما عنديش اي مشكله، ولكن يعني هل يصل عدم الوضوح وعدم النظام، معلش انا اسف انا مش هقدر اقول اكتر من كده، انا على الشاشه فمش هقدر اقول اكتر من كده، ان هو يصل الموضوع لان احنا قبل بدايه المباراه النهائيه ب 20 يوم اخد قرار بان المباراه النهائيه هتتلعب في دوله من الممكن جدا وبنسبه 90-95% ان تكون طرفا في المباراه النهائيه؟ طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا اهو، على فكره ده على تويتر، ده مش عندي، ده مش اسلام، ده تويتر 511,000 تويته ستوب كاف كوربشن، مش انا، ده الاتحاد، ده على تويتر، اي حد هيفتح تويتر هيلاقي الترندنج رقم واحد هو ده. لان انا اعتقد في مثل هذه الاحوال الكل بيقف مع المنطق والحق والعداله، مع المنطق والحق والعداله. انا مش عايز حاجه، على فكره انا ممكن اتغلب، والله ممكن يحصل وان النادي الاهلي يتغلب، ده هنبقى نتكلم فيه بعدين، لكن اين العداله من اللي بيحصل؟ هو ليه انتوا بتعملوا فينا كده؟ هو ليه انتوا بتطلعوا لسانكم للناس؟ يعني حاجه غريبه جدا وقرار غريب في توقيت غريب جدا، في توقيت غريب جدا. وبعدين السيد رئيس نادي الوداد المغربي في تصريحات امبارح مش اول امبارح، بيقول خلاص القرار اتاخد ونسبه التصويت 100% او يعني 16-9 لصالح المغرب، وان المباراه هتلعب في المغرب. النهارده البيان طالع فيه ان السنغال انسحبت من امام المغرب، والسيد رئيس نادي الوداد بيقول امبارح انه ده ما حصلش، او الصحف في المغرب بتقول ان ده ما حصلش.